لأول مرة في مصر أنت وبس. البيت اللي ما فيهوش لا سمنة ولا زيت أكيد هو ده البيت الصحي، لأن في طرق طهي مختلفة خالص بعيد عن الكلام ده. الناس ممكن تسلق الحاجة، ممكن تعمل حاجة بالبخار، ممكن تعمل الأكل في الفرن، وكل على فكرة بيعمل نفس الطعم الجميل. يعني لو حد مثلا عايز ياكل حمام محشي وهو فيه سعرات عالية كتير، طب أنا بدل ما بحمره وأزود السعرات الحرارية اللي فيه، طب ما أنا أدخله الفرن وياخد السوا بتاعه الكويس واكله. مش معناه ان مفيش سعرات حراريه، بس اكيد اقل ضررا من ان انا اخدها كمان محمره. البط مثلا لو ما تقلبش لوحده في السمنه يبقى كده ما عملوش حاجه، مع ان نفس البط ده ممكن يدخلوه في الفرن ويستوي ويحمر ويبقى طعمه جميل. دي الحاجات العاليه قوي. لكن الحاجات النورمال اللي احنا بقى متعودين عليها، ان الفراخ، الشيش طاووق، اللحوم، الاسماك. والاسماك على فكره نادرا ما الناس بتاكلها في رمضان، ودايما عندهم فكره ان انا لو اكلت سمك هعطش، مع ان هو هياكلها على الفطار وعنده فتره طويله ان هو يشرب ميه، ودي اقل سعرات حراريه موجوده في الاسماك. ومش لازم كل الاسماك مشويه، الاسماك بتتسلق وبتتعمل برضو صواني في الفرن، وده بيجيب نتيجة طبعا هايلة جدا. في مصر شوية الناس وهي بتطبخ بتكون جعانة صايبة، فبتطبخ كميات كبيرة وبتفضل تزود وهي مش حاسة بان الكميات دي اكتر بكتير من الناس اللي في البيت هتاكل قد ايه. فلما بيتحط الكلام ده على الصفة، حتى لو الواحد داق من كل حاجة خد سعرات حرارية كتيرة جدا. لكن لو هم حددوا كل يوم صنف بروتين واحد، وإن كنت أنا ضد حكاية إن الناس تاكل على مدار الأسبوع السبعة أيام بروتين حيواني، لكن في رمضان يمكن بنكون متجاوزين شوية، عشان الناس هتقول أنت عايز يعني في رمضان ده موسم والكلام ده. لكن في العادي طبعا على مدار السنة يعني لازم يكون في يومين في الأسبوع الأكل بقوليات، وخمس أيام فيهم بروتينات، والخمس أيام دول لازم يكون فيهم يوم أو يومين أسماك، ممكن سمك مرة ومرة تونة للتسهيل، والباقي الفراخ أو اللحمة. واللحمة دي أقل ما يمكن. أنا عايز أقول إن أضرار اللحمة صحيا يمكن بتوازي اضرار التدخين. يعني التدخين يمكن في ناس حرمته عشان الاضرار الصحيه بتاعته، فهم لو بحثوا على اللحمه يعني مش هياكلوها بعد كده. intubus.com رئيس مجلس الاداره محمود اسماعيل، الاشراف العام احمد الهواري.